السلام عليكم متابعي قناة زيارتك. من بطء في التطبيقات الخاصة بمشاهدة الأفلام إلى عدم وجود الترجمة الخاصة بهم، بالإضافة إلى الجودة السيئة المقدمة من التطبيقات الخبيثة والمحايلة. أما في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لك تطبيق يسمح لك بمشاهدة آخر الأفلام العالمية مع الترجمة للغة العربية، بالإضافة إلى اختيار الجودة حسب طبيب الإنترنت الخاص بك. أول شيء ستقوم بالدخول إلى بلاي ستور وتبحث عن تطبيق يسمى بتطبيق أفلامي أو أفلامي أب. أول ما تدخل التطبيق ستجد الواجهة الأولى والتي تعتبر واجهة اختيار المحتوى الذي تريده. في تطبيق أفلامي يتم تصنيف الأفلام وتقسيمها إلى العديد من الأقسام، فعلى سبيل المثال قسم آخر الأفلام والمستجدات وقسم أفضل الأفلام على التطبيق وغيرها من هذه التصنيفات، بالإضافة إلى أن التطبيق يحتوي على قائمة جانبية تسهل عليك الوصول إلى أي قسم. عند الدخول إلى أي فيلم أو محتوى في التطبيق ستجد أعلى الشاشة أيقونتين، الأولى تسمح لك بالمشاهدة المباشرة والأخرى تستطيع أن تحمله على جهازك من خلالها لتشاهده في وقت آخر. وفي أسفل الشاشة ستجد وصفا بسيطا للفيلم الذي تريد متابعته. أول ما تضغط على مشاهدة مباشرة ستجد مجموعة كبيرة من السيرفرات، أنصحك أن تختار أول سيرفر لأنه يعتبر الأفضل بينهم. أما الآن أصدقائي سنقوم بتجربة للتطبيق وذلك من خلال مشاهدة فيلم ما، لتتعرفوا أنتم على الجودة الخرافية الذي يقدمها هذا التطبيق. إذن هذه كانت أفضل طريقة لمشاهدة الأفلام على جهازك الأندرويد من إعداد فريق عمل زيرتك. أتمنى أن نكون قد أفدناكم ولو بالقليل. لا تنسى اللايك وسبسكرايب للمزيد من الفيديوهات. تابعنا على الفيسبوك والإنستغرام زيرتك. كان معكم إيهاب من قناة زيرتك. ألقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.